السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم خلطه سهله لعلاج الكلف وتبييض الوجه، والنتيجه واضحه في 3 ايام. الى كل سيده تعاني من الكلف نقدم لك هذه الوصفه السحريه والسهله لعلاج الكلف والتخلص منه نهائيا باذن الله، ونتائجها تظهر واضحه بعد الاستخدام لمدة 3 أيام فقط، وترجع أسباب الكلف إلى الحمل وأيضا لحبوب منع الحمل التي تغير الهرمونات. كما تصاب البشرة الدهنية بالكلف أكثر من أنواع البشرة الأخرى لأنها تفرز الدهون وتتحول لبقع داكنة أثناء التعرض لأشعة الشمس. وللوقاية يرجى عمل واقي شمس مناسب لبشرتك عند التعرض لأشعة الشمس لأنها السبب الرئيسي في تعميق بقع الكلف. وأيضا ننصحك سيدتي بشرب كمية كافية من الماء يوميا للحفاظ على رطوبة وتوازن بشرتك. بالنسبة لعلاج الكلف نقدم لك اليوم وصفة سهلة وبسيطة، تتكون من صفار البيض المعروف بمزاياه التجميلية، فهو يرطب وينفتح البقع الداكنة. أما بالنسبة للمكون الثاني وهو العسل، فهو غني عن التعريف، يعزز خلايا البشرة ويعيد لها توازنها، زد على ذلك أنه يوحد لون البشرة، يكافح أيضا التجاعيد. خلطة علاج الكلف بمكونين فقط لكن بفعالية مدهشة ونتيجة مبهرة، جربيها فورا. بالنسبة لطريقة عمل خلطة العسل وصفار البيض لعلاج الكلف، نقوم بمزج صفار البيض مع العسل حتى الحصول على خليط متجانس. يوضع هذا الخليط في قارورة زجاجية نظيفة، نقوم برج الخليط من أجل تجانسه جيدا في القارورة. بعدها نضع هذا الخليط في الثلاجة. بالنسبة لطريقة الاستعمال، يدهن الوجه بالخليط في المساء ويترك لمدة نصف ساعة، يغسل بالماء الدافئ ثم البارد، ويدهن قبل النوم بزيت اللوز الحلو. يمكنكم أيضا استعمال زيت جوز الهند أو أي زيت مغذي متوفر لديك. بالنسبة لهذه الخلطة فهي تكرر يوميا وستظهر لك النتائج واضحة بعد الاستعمال الثالث. بالنسبة للخليط المتبقي يحتفظ به في الثلاجة لمدة 3 أيام فقط، بعدها ينبغي تجديد الخلطة. شكرا على تتبعكم، أتمنى أن يعجبكم هذا الفيديو. لا تنسوا إذا أعجبتكم هذه الوصفة أن تضعوا لايك للفيديو، اشتراك في القناة للتوصل بجديد القناة، أيضا بارتاج للفيديو ليستفيد منه الجميع. شكرا على تتبعكم، يمكنكم زيارة الموقع chefmariam.com أيضا موقع شيواتي.com. إلى اللقاء، إلى فيديو قادم، حلقة قادمة بإذن الله.